أهلا بكم. كثفت مصر من تحركاتها الدولية مؤخرا في محاولة لتعزيز موقفها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد. فبعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة والتي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي عقدت على مدار عدة أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بسبب غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف، تحركت الدولة المصرية في خطة منسقة لتوضيح موقفها الثابت من تلك القضية. فخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع والذي نظمه بنك التنمية الإفريقي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، حذر الرئيس السيسي من إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ومن دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية. وعلى هامش افتتاح أحد المشاريع القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس السيسي إن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى ارتفاع حجم التكلفة والتي تترتب على أي مواجهة أو صراع، مؤكدا أن مصر احترمت رغبة إثيوبيا في التنمية عبر المتاح لديها من مياه النيل شريطة عدم المساس بمصالح مصر المائية. أوضح الرئيس السيسي آلية التحرك المصري لحل الأزمة عبر تنسيق مصر مع السودان والتحرك في إطار عدالة القضية وفي إطار القانون الدولي المنظم لحركة المياه عبر المجاري الدولية. وبناء على تلك الرؤية انطلق وزير الخارجية سامح شكري في جولة إفريقية حاملا رسائل خاصة من الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري حياله، انطلاقا من حرص القاهرة على دعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث قبل الشروع في عملية الملء الثاني للسد واتخاذ أي خطوات أحادية. وخلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين حرص الرئيس السيسي على تأكيد الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة. دخلت على خط الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية والتي التقى مبعوثها الخاص لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان مع الرئيس السيسي في إطار جولة إفريقية لبحث القضية. شدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكدا أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها. كما زار القاهرة رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي والذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تقدير مصر لجهوده وثقة في قدرته على التعامل مع ملف سد النهضة، فضلا عن التأكيد على حرص مصر على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي. وأثناء افتتاح عدد من المشروعات بقناة السويس ومدن القناة، أكد الرئيس السيسي أن قلق المصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي مقدر ومشروع، مؤكدا تأكيداته على أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، مشيرا إلى أن المسار التفاوضي يحتاج إلى صبر. وخلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، التقى الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان، حيث اتفقا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي، من ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. كما التقى الرئيس السيسي مع نظيره السنغالي ماكي سال في باريس أيضا، وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، وتم التوافق على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
التفت كافة المؤسسات الدولية المصرية خلف القيادة السياسية في التحرك لحل تلك القضية، حيث جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي خلال لقائه رئيس برلمان زيمبابوي متسقة مع تصريحات الرئيس السيسي، مؤكدا رفض مصر سياسة الأمر الواقع وأي إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني لسد النهضة، موضحا أن مصر تريد التنمية للجانب الإثيوبي، إلا أن هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي في الوصول لاتفاق قانوني وفني ملزم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نظرة سريعة على تسلسل التحركات الأخيرة لمصر لحل أزمة سد النهضة. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.